السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا الأعزاء، الأخبار عاملين إيه؟ كله حلو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض ندوة تعريفية عن إدارة المخاطر الاحترافية، Risk Management Professional، شهادة جديدة من شهادات البي ام اي، وإن شاء الله تعالى تبقى ندوة قوية جدا ونستمتع بيها مع بعض. معاكم دكتور أحمد حسن، دكتور إدارة الأعمال بجامعة القاهرة، بي ام او دايركتور بوزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دكتوراه في اداره الاعمال ومدرب محترف لاداره المشروعات الاحترافيه، وان شاء الله تعالى اكون معاكم في الندوه التعريفيه. يلا بينا نبدا. هنبدا الحدوته بتاعتنا مع مجموعه من التوبكس الشهيره. هنتكلم مع بعض النهارده انترودكشن تو بروجكت ريسك مانجمنت، هنتعرف مع بعض يعني ايه ريسك مانجمنت، ايه الفرق ما بين الريسك مانجمنت و البروجكتس مانجمنت، الفرق ما بين الار ام بي والبي ام بي. هنتكلم كذلك على شهاده اداره المخاطر الاحترافيه ريسك مانجمنت بروفيشنال. هنتكلم على الاليجابيلتي ريكويرمنتس، ازاي ابقى اليجابل اللي انا ادخل الامتحان، ويا ترى ايه هي الرسوم اللي خاصه بالامتحان وهي الاجراءات اللي خاصه بالامتحان. هنتكلم على الريسك مانجمنت بروفيشنال اكزام، هنتكلم على الابلكيشن، هنتكلم كذلك على الاليجابيلتي اند فيز. هنتكلم كمان ازاي اعد نفسي لدخول الامتحان الدولي. هنتكلم على ايه الماتيريالز اللي انا محتاجها عشان استعد وادخل الامتحان، ويا ترى الامتحان سهل ولا صعب. عرفنا ان الامتحان هيتغير في شهر ابريل، يا ترى التغير بتاع الامتحان ده هياثر عليا سلبا ولا ايجابا. هنتكلم مع بعض على التغيرات المتوقعه باذن الله في شهر ابريل 2022، وازاي الحق اجهز نفسي عشان ادخل الامتحان قبل شهر ابريل واجتاز الامتحان بتفوق. هنتكلم على الماتيريالز اللي هعتمد عليها، هنتكلم على الاكزامينيشن كونتنت اوت لاين، هنتكلم على الستاندرد الخاص بالبروجكت ريسك مانجمنت، هنتكلم كذلك على الهاند بوك، وهنفهم مع بعض الفروقات ما بين كل دوكيمنت انا هحتاجه في اداره المخاطر الاحترافيه. جاهزين نبدا؟ يلا بينا. طيب هنبدا مع بعض الحدوته بتاعتنا مع الريسك مانجمنت، وده هتبقى اول محطه لينا النهارده. يعني ايه بروجكت ريسكس مانجمنت؟ يعني ايه اداره المخاطر الاحترافيه؟ وهندي اسقاط على اداره المشروعات، وبالتالي فانا بتكلم على اداره المخاطر في مجال اداره المشروعات. لو انا بتكلم على الريسك مانجمنت، في بعض المصطلحات والترمينولوجيز اللي خاصه بالريسكس بحتاج افهمها كويس جدا عشان اعرف ادرس المخاطر بطريقه احترافيه. محتاج افهم يعني ايه ريسك، ما معنى كلمه ريسك، محتاج اعرف شويه مصطلحات زي الريسك امباكت، زي البروبابيليتي اوف ريسك، زي الريسك اونر، زي الامباكت ماتريكس. يا ترى الريسك محتاج فند، يا ترى يعني ايه ريسك ابيتايت او ريسك ثريشولد او ريسك ميجرمنتس، اقيس الريسك ازاي، يا ترى في مقاييس خاصه بالريسك. هنتكلم مع بعض على الريسك ريجستر، هنتكلم مع بعض على ريسك مانجمنت بلان، هنتكلم كذلك على الكواليتيتيف اند كوانتيتيف ريسك اسسمنت، هنعرف مع بعض يعني ايه التحليل الكيفي والتحليل الكمي للمخاطر. فهو ده موضوعنا النهارده. لو عايز ابدا الموضوع بمنتهى البساطه، محتاج اعرف يعني ايه كلمه ريسك. فتعالوا ندي كده امثله بسيطه نفهم من خلالها يعني ايه ريسك. هنرسم مع بعض التايم لاين ونوضح الريسك بيتم ازاي. فلو جيت كده بمنتهى البساطه قلت النهارده 24/12 على سبيل المثال، فده بسميه بلغه التايم لاين بسميه الحاضر بريزنت. ده النهارده لو انا بتكلم على 24/12/2022، ودلوقتي الساعه 8 بتوقيت القاهره، وبالتالي 8 مساء، ده بسميه بلغه التايم لاين بسميه الحاضر بريزنت. ما قبل ذلك يطلق عليه ماضي، ما بعد ذلك يطلق عليه مستقبل. طيب حلو جدا. وبالتالي لو انا عايز ادرس حاجه في الماضي، الماضي بالنسبة لي بقى حقائق، بقى فاكتس، وبالتالي فأنا ممكن من خلال دراستي للماضي أحدد إيه هي المكاسب أو إيه هي الخسائر اللي أنا تعرضت لها في السنوات الماضية أو في الوقت الماضي. فسهل جدا أجمع معلومات ليها علاقة بالبروفيت أند لوس.
ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للماضي. طيب بالنسبة للمستقبل، طبعا المستقبل بيد الله عز وجل، ومحدش فينا يقدر يجزم إن هيحصل شيء في المستقبل إلا بمشيئة الله عز وجل، ولكن إحنا دايما بنستخدم مبادئ الريسك مانجمنت للتنبؤ، للتوقع بما يحدث في المستقبل. وبالتالي لو أنا بتكلم على الريسك مانجمنت، الريسك في واقع الأمر هي حدث احتمال يحصل في المستقبل، احتمال يحصل في المستقبل، ولكن أنا مش متأكد إن الحدث ده هيحصل في المستقبل، ولكن أنا بقول احتمال يحصل في المستقبل. الحدث ده لو حصل ممكن يأثر على نتائج المشروع إيجاباً أو سلباً. وبالتالي لو أنا جيت بصيت مع بعض على تعريف كلمة الريسك، هتلاقي بمنتهى البساطة الريسك عبارة عن إيه؟ uncertain event or condition that if it occurs has a positive or a negative effect on one or more project objectives. يبقى الريسك عبارة عن حدث احتمال يحصل في المستقبل، ولكن أنا مش متأكد إن الحدث ده هيحصل أكيد. طيب لو الحدث ده حصل، احتمال يكون ليه تأثير إيجاباً أو سلباً على واحدة أو أكتر من نتائج المشروع. وبالتالي لو أنا بتكلم على الريسك مانجمنت، معناها رقم واحد اللي أنا بحط خطة لإدارة المخاطر، رقم اتنين بعرف المخاطر اللي أنا متوقعها، رقم تلاتة بعمل تحليلات عشان أعرف إيه هي البروبابيليتي أوف أوكيرنس أو احتمالية حدوث الريسك، وكمان إيه هو الإمباكت أو تأثير الريسك. وممكن اعمل التحليل بطريقه كواليتيتيف او بطريقه كوانتيتيتيف، وده اللي احنا بنفهمه مع بعض من خلال كورس الار ام بي. طب بعد ما عرفت التاثير نبتدي نشوف بقى هنتعامل ازاي مع التاثير، وبالتالي فبنتكلم على ما يسمى بالريسك ريسبونس، وهم دول الخمس خطوات الاساسيه لو انا بتكلم على اداره المخاطر. يبقى رقم واحد بحط ريسك استراتيجي، ريسك بلان عشان اتعامل مع الخطر، رقم اتنين بعرف ايه هو الخطر اللي احتمال اواجهه اثناء البروجكت، رقم ثلاثة ببتدي اعمل نوعين من التحاليل، بتكلم على الكوانتيتيف ريسك اناليسيز وكواليتيتيف ريسك اناليسيز، التحليل الكمي والتحليل الكيفي، وبعد كده بحدد الريسبونس اللي انا محتاج انفذه، والمفترض ان انا بنفذ الريسبونس وبطلع في الاخر بنتائج، فانا بتابع يا ترى النتائج اللي انا خدتها نتيجه حدوث الريسك كانت متوقعه وفقا للريسك ريسبونسز اللي احنا كنا حاطينها ولا لا. فهي دي الفكره بمنتهى البساطه. يبقى انا بتكلم بمنتهى البساطه لو انا عايز افهم يعني ايه كلمه ريسكس، يبقى اول حاجه ان الريسك ليه علاقه بالمستقبل، مفيش ريسك ليه علاقه بالماضي، الريسك ليه علاقه بالمستقبل. أما للماضي زي ما قلت لحضراتكم أنا ببقى على يقين إن حصل بروفيت أو حصل لوس. يعني أدي لحضراتكم كده مثال بسيط جدا جدا جدا. نتخيل مثلا يعني اللي أنا بقول لحضرتك، وأنا جاي النهارده الصبح عربيتي اتسرقت. وأنا جاي النهارده الصبح عربيتي اتسرقت. طيب عربيتك اتسرقت فين؟ النهارده الصبح، وبالتالي ده كان فاكت حصل. فده ما ينفعش أقول عليه ريسك، أنا ممكن أقول عليه لوس، أنا اتسرقت. ولكن بكره الصبح احتمال عربيتي تتسرق، فده اسمه ايه؟ ده اسمه ريسك. وبالتالي عشان بكره انت مش متاكد ايه اللي هيحصل بكره، فاحتمال يحصل واحتمال ما يحصلش. نفس الكلام وانا جاي النهارده الصبح لقيت 1000 دولار، بسم الله ما شاء الله، فده اسمه ايه؟ اسمه بروفيت، انا كسبت. او العكس، احتمال بكره اكسب 1000 دولار، احتمال بكره اكسب 1000 دولار، يبقى ده ريسك، احتمال يحصل واحتمال ما يحصلش. يبقى دايما الريسك ليه علاقه بالمستقبل. وبدام بنقول مستقبل يبقى زي ما اتفقنا في probability of occurrence، يعني ما حدش فينا يجزم ايه اللي هيحصل في المستقبل. المستقبل بيد الله عز وجل، ولكن احنا بنتوقع حدوث الحدث. وبالتالي لو انا بتكلم عن ريسك يبقى بتكلم على probability of occurrence، وبتكلم كذلك على impact. ان الريسك احتمال ليه probability اللي هو يحصل او ما يحصلش، وكمان ليه تاثير يحصل بنسبه قد ايه، وتاثيره على نتائج المشروع سواء كانت سكوب سواء كان سكادول سواء كان كواليتي هياثر ازاي على نتائج المشروع. الريسك ليه اونر، حد مسؤول عنه. الريسك ليه بلان بتعامل من خلالها مع الريسكس المختلفه. الريسك ليه ريسبونس
استجابة. في حالة حدوث الريسك هستجيب ليه ازاي؟ الريسك ليه كذلك ميجرمنتس او ليه ريجستر بخزن فيه الريسك، وليه ميثودولوجي بعمل منها اناليسز. وده اللي احنا حبينا نشرحه سريعا، وده اللي احنا بنسميه عندنا بلغة إدارة المخاطر ريسك مانجمنت، بروجكت ريسك مانجمنت. فبروجكت ريسك مانجمنت هي عبارة عن واحدة من ضمن المناطق المعرفية اللي احنا بنشرحها بالتفصيل في كورس البي ام بي بروجكت مانجمنت بروفيشنال. هو عبارة عن ايه بمنتهى البساطة؟ عبارة عن اللي احنا بنعمل ريسك مانجمنت بلاننج، اللي احنا بنحدد الريسكس، ان احنا بنعمل اناليسز للريسكس، وبناء عليه بنحدد الريسبونسز، وبناء عليه بننفذ الريسبونسز، وبنتابع اداء الريسك على مدار عمر المشروع. فدي الفكره بمنتهى البساطه. يبقى بروجكت ريسك مانجمنت ذا بروجكت مانجمنت نوليدج اريا ذات انكلودز ذا بروسيس اوف كونداكتنج ريسك مانجمنت بلاننج، رقم واحد. فبطلع بالريسك مانجمنت بلان، خطه اداره المخاطر. رقم اثنين ريسك ايدنتيفيكيشن، بنطلع بالريسك ريجستر، بنطلع بسجل المخاطر. الرقم ثلاثة ريسك اناليسيز، سواء كواليتيتيف او كوانتيتيف، تحليل كيفي او تحليل كمي. رقم أربعة ريسك بلاننج، بنحط ريسبونس بلاننج، بنحط خطة للاستجابة، وبننفذ الخطة ريسبونس امبلمنتيشن. واخيرا مونيتورنج ريسك وانا بروجكت، بنتابع يا ترى الريسك حصل ولا ما حصلش. طب يا ترى الريسك لما حصل احنا استخدمنا الاستجابه اللي احنا كنا متفقين عليها ولا لا؟ فدي الفكره بمنتهى البساطه اللي خاصه بالبروجكت ريسك مانجمنت. طبعا لو حد من حضراتكم بي ام بي سيرتيفايد اكيد فاهم اللي انا اقصده، عشان اكيد امتحن في الكلام ده. لو واحد من حضراتكم درس اداره مشروعات او قرأ في اداره المشروعات اكيد طبعا اتعرضنا على الريسك مانجمنت، بس احنا قلنا نعمل ريفرشمنت سريع عشان الزملاء يعني نسيوا الكلام ده، او الزملاء اللي ما درسوش بروجكت مانجمنت يفهموا المقصود بكلمة بروجكت ريسك مانجمنت. يبقى البروجكت ريسك مانجمنت عبارة عن خمس مراحل أساسية: ريسك استراتيجي اند بلاننج، ريسك ايدنتيفيكيشن، ريسك اناليسيز، ريسك ريسبونس، مونيتورنج اند كلوز ريسكس. عرفنا مع بعض ما معنى كلمة ريسك. قلنا هو حدث احتمال يحصل في المستقبل، ولو حصل ممكن يؤثر سلبا او ايجابا على نتيجة من نتائج المشروع او اكثر. طيب ما المقصود بكلمة ريسك تريجر؟ ريسك تريجر هو عبارة عن ايفنت لو حصل تعرف حضرتك ان الريسك على وشك الحدوث. تعالوا نقرا مع بعض الديفينيشن. ريسك تريجر ان ايفنت اور سيتويشن ذات انديكيتس ذات ا ريسك از اباوت تو اوكر. يعني ايه الكلام ده؟ ادي لحضراتكم مثال بسيط جدا، الرعد والبرق. دايما احنا بنشوف في السماء ضوء كده، ضوء برق، او بنسمع صوت زي صوت الرعد، فده بيبقى انديكيتور ان السماء هتمطر في خلال لحظات، وده فعلا اللي بيحصل. يعني كله طبعا بقدر ومشيئه الله عز وجل، ولكن ده عاده اللي بيحصل. احنا اول ما نشوف رعد او نسمع رعد ونشوف برق في السماء، فده بالنسبه لي تريجر ان هيحصل مطر او المطر على وشك الحدوث. فده بمنتهى البساطه ما معنى كلمه تريجر. يبقى تريجر عباره عن حدث، في حاله حدوث الحدث تبقى انت خلاص على يقين ان الريسك قرب يحصل في خلال لحظات، هتلاقي الريسك حصل. فده معنى كلمة تريجر. يعني تريجر ما هي إلا دلالة إن الريسك على وشك الحدوث، فده المصطلح اللي خاص بالتريجر. الريسك ممكن يكون بوزيتيف أو ممكن يكون نيجاتيف، ودي على فكرة من ضمن الأخطاء الشائعة اللي بيقع فيها مدراء المشاريع. مدراء المشاريع بيفكروا في الريسك على إنه نيجاتيف فقط، ده طبعًا الناس اللي مش دارسة بي إم بي أو مش دارسة آر إم بي. ولكن الريسك احتمال يكون بوزيتيف، ده هيأثر على نتائج المشروع يعني بطريقه ايجابيه، فيطلق عليه بوزيتيف ريسك، او يطلق عليه اوبورتيونيتي. ولو الريسك هياثر على نتائج المشروع بطريقه سلبيه يطلق عليه ثريت او تهديد. فيجب على مدير المشروع بصفه عامه او مدير المخاطر بصفه خاصه تحليل المخاطر المختلفه اللي خاصه بالمشروع، سواء بوزيتيف ريسكس او نيجاتيف ريسكس، ودايما يحط ريسبونس بلان هنتعامل ازاي مع البوزيتيف ريسكس او النيجاتيف ريسكس. ليه؟ عشان اعظم من مكاسب البوزيتيف ريسكس واقلل من خسائر النيجاتيف ريسكس. ده كلام منطقي. يبقى انا لو بتكلم بلغه اداره المخاطر الاحترافيه، يعني ادي لحضرتك مثال بسيط جدا، كوفيد 19.
كوفيد 19 جائحة عالمية يعني أثرت بشكل رهيب على اقتصاد العالم وعلى الصحة العالمية وعلى كمان حركة يعني اللوجيستكس وكذلك البيزنس على مستوى العالم. بس على قد ما كوفيد 19 هو جائحة، بس في بعض الشركات كسبت مليارات من كوفيد 19 وفي بعض الشركات خسرت مليارات من كوفيد 19، وبالتالي يبقى في ناس اتأثروا بوزيتيف وفي ناس اتأثروا نيجاتيف. لو خدنا أبسط تأثير على الشركات نيجاتيف، شركات الطيران، شركات الملاحة، بعض المطاعم، بعض يعني الأوتيلات أو السياحة أو مراكز الجيم أو غيرها اتأثروا نيجاتيف، وفي بعضهم قفل وبعضهم أوت أوف بيزنس للأسف. طب لو أنا بصيت من الناحية الأخرى، في ناس حققت مليارات من كوفيد 19، على سبيل المثال شركات الأدوية. شركات الأدوية خصوصا الشركات يعني اللي اخترعوا الفاكسين أو اللي عملوا المصل الخاص باللقاحات، شركة بقى زي أسترازينيكا مثلا أو شركة فايزر أو غيرها، فالشركات دي حققت مليارات نتيجة اللي هي يعني صنعت الفاكسين اللي ابتدت الناس تتهافت عليه عشان تشتريه، عشان يعني تقلل من أضرار أو تعمل يعني مناعة أو حصانة من الجائحة. وبالتالي ففي ناس كسبت بوزيتيف وفي ناس كسبت للأسف نيجاتيف أو خسرت نيجاتيف. نفس الكلام شركة زي أمازون، أقصى أرباح حققتها في حياتها كان وقت كوفيد 19. شركة زي زوم اللي احنا بنتكلم من خلالها، شركة زي زوم أرباح رهيبة حققتها من كوفيد 19، الناس كلها بقت تشتغل أونلاين وريموت مانجمنت، ومعظم الاجتماعات ومعظم المحاضرات بقت اونلاين، وبالتالي فبقى اسهل لهم يستخدموا برنامج زي زوم في التواصل ما بين الاشخاص زي ما بالظبط محاضرتنا النهارده. وبالتالي فلو خدنا مثال كوفيد 19 على سبيل المثال، بعض الناس استغلوه بوزيتيف يعني حولوا الجائحه لمنحه ربنا عز وجل اداها لهم عشان خاطر يكسبوا، وبعض الناس للاسف الجائحه بالنسبه لهم محنه أثرت عليهم نيجاتيف وخسرتهم مليارات. فدي معنى كلمة إن أحيانا أنت بتتعرض لريسك، وريسك مي بي يكون بوزيتيف ومي بي يكون نيجاتيف. فشطارتك اللي أنت تعمل ريسك مانجمنت بلان وتحدد الريسكس اللي عندك من خلال الريسك ريجستر، وفي نفس الوقت تشوف بقى لو حصل بوزيتيف ريسك أتعامل معاه إزاي، ولو حصل نيجاتيف ريسك أتعامل معاه إزاي. طبعا في تولز وتكنيكس وفي تاكتكس وفي حاجات كتيرة جدا 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 بنشرحها في كورس الار ام بي، بعد ما بنعمل تعريف الريسك وبعد ما بنصنف الريسك سواء بوزيتيف او نيجاتيف، وبنشوف بقى بنتعامل مع ازاي البوزيتيف ريسكس او النيجاتيف ريسكس. طب يا ترى احنا بنشتغل بطريقه عشوائيه؟ الاجابه لا، بيبقى عندنا ريسك مانجمنت بلان، خطه لاداره المخاطر، هي دي اللي احنا بنشتغل من خلالها. وزي ما احنا درسنا في البي ام بي ان الريسك مانجمنت بلان هي عباره عن كومبوننت او جزء من البروجكتس مانجمنت بلان لو انا بتكلم على مستوى المشاريع، ومن خلالها بقى اشوف ازاي هعرف الريسكس، ازاي هعمل لها اناليسيس، ازاي هعمل لها يعني ريسبونس، وازاي كمان هتابع اداء الريسكس على مدار عمر المشروع. وبالتالي فانا بشتغل من خلال خطه لاداره المخاطر. اعرف الريسك ازاي؟ ده سؤال جميل جدا. في عندنا عشرات الطرق اللي انا بستخدمها في تعريف الريسكس، اكثرهم شيوعا او اسهلهم بنتكلم على الاكسبرت جادجمنت، حكم الخبراء، بنتكلم على الداتا جاذرنج، تجميع البيانات، بنتكلم على الداتا اناليسيز، بنتكلم على اجتماعات، مجموعه من البرومبت ليست اند سو اون. وفي تولز كتيره جدا 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 في كتاب الار ام بي بتتشرح، عندنا ابندكس دي في الكتاب بنشرح من خلاله الريسك مانجمنت بكل تفاصيلها. وبالتالي فلو جينا بصينا على الكتاب بتاعنا هتلاقي الكتاب بتاعنا اللي هو ده اللي احنا بندرسه من خلال شهاده الار ام بي، بنتكلم على براكتس ستاندرد فور بروجكت ريسك مانجمنت. فهتلاقي حضراتكم في الكتاب ده عباره عن 9 فصول، يعني لو استعرضنا الكتاب سريعا هتلاقي عباره عن 9 فصول، فصل انترودكشن، فصل برينسيبلز اند كونسبتس، وفي فصل كامل انترودكشن تو بروجكت ريسك مانجمنت بروسيس، وبنبتدي نتكلم على الـ6 عمليات المتوافقة مع الإصدار الخامس للبيم بوك بلان ريسك مانجمنت. أول عملية معانا الفصل الرابع، بنتكلم على ايدنتيفاي ريسكس، تاني عملية في الفصل الخامس، بنتكلم على بريفورم كواليتيتيف ريسك أناليسيس، تالت عملية في الفصل السادس، بنتكلم على بريفورم كوانتيتيتيف ريسك أناليسيس في الفصل السابع، ومعانا كمان بلان ريسك ريسبونس العمليه رقم 5 في الفصل الثامن، واخيرا اخر عمليه بنتكلم على
مونيتور اند كنترول ريسكس في الفصل التاسع، وبعد كده مجموعه من الابندكسز من ضمنهم ابندكس نمبر دي اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، اللي هو تولز تكنيكس اند تمبلز فور ريسك مانجمنت. وبالتالي فانت عندك شابتر كامل في الكتاب او ملحق من ملاحق الكتاب بيتكلم على التولز والتكنيكس اللي احنا بنستخدمها في الست عمليات اللي خاصه ب الريسك مانجمنت، سواء كنا بنتكلم على الريسك مانجمنت بلاننج، ايدنتيفاي ريسكس، كواليتيف ريسك اناليسيس، كوانتيتيف ريسك اناليسيس، وكمان بلان ريسك ريسبونسز، وكذلك مونيتورنج اند كنترول. وده عليها اسئله في الامتحان، وعليها كذلك واحده من البرفورمانس دومين في الاكزامينشن كونتنت اوت لاين، وهنشرح ده بالتفصيل ان شاء الله تعالى. فده سريعا ازاي اعرف الريسك. في عندي ادوات وتقنيات بستخدمها في تعريف الريسك، وفي عندي ادوات وتقنيات بستخدمها في تحليل الريسك، من ضمنها البروبابيلتي اند امباكت اناليسيس، سواء بطريقه كواليتيتيف او بطريقه كوانتيتيف. فلو انا بتكلم على طريقه كواليتيتيف ممكن احط سكيل خاص بالبروبابيلتي والامباكت، واطلع في الاخر بالبروبابيلتي امباكت ماتريكس، وبطلع بتعريف الريسك وتحديد نوع الريسك، يا ترى هو سيفير ريسك ولا مودريت ريسك ولا لو ريسك على سبيل المثال. فده عبارة عن إيه؟ عبارة عن أحد التحليلات البسيطة اللي أنا بحدد البروبابيليتي والإمباكت اللي خاص بالريسك، وبعد كده بعمل له إسقاط على السكيل اللي أنا حاطه سواء على البروبابيليتي أو الإمباكت أناليسيس. ترى دي الطريقة الوحيدة؟ لا، الإجابة لا. في عندي طرق كتيرة في الكوانتيتيف ريسك أناليسيس، زي المونت كارلو تكنيك، زي التورنيدو أناليسيس، زي الإكسبكتد ماونت ريفاليو، وغيرها كتير. وبالتالي فأنا عندي مجموعة من الطرق اللي أنا أقدر أحلل بيها الريسك، سواء بطريقة كواليتيتيف او بطريقه كوانتيتيف. طب النتيجه ايه؟ النتيجه بيكون عندي ريسك ريجستر، ده عباره عن ارتيفاكت بخزن فيه كل التفاصيل اللي علاقه بالريسك. يبقى انا عندي دلوقتي the document details all identified risks including description, category, causes, probability of occurring، وكذلك الامباكتس على الاوبجكتيفز الخاصه بالمشروع، والبروبوزد ريسبونسز والاونرز والكرنت ستيتس الخاصه بالريسك. انا نتيجه الريسك ايدنتيفيكيشن بطلع بريسك ريجستر، بخزن فيه كل المعلومات الخاصه بالريسك بما فيها احتماليه حدوث الريسك سواء بطريقه كواليتيتيف او بطريقه كوانتيتيتيف، بما فيها مين الريسك اونر، بما فيها ايه الريسبونس المتوقع اللي احنا هنتعامل بيه مع الريسك، بما فيها ايه يعني التخيل بتاع التاثير على الاوبجكتيفز المختلفه للمشروع. فدي الفكره بمنتهى البساطه. طيب اخر خطوه معانا بنحدد بقى الريسك ريسبونس. طب ما معنى كلمه ريسك ريسبونس؟ ان اكشن تو ادرس ا ريسك. هتعمل ايه بقى عشان تتعامل مع الريسك؟ يبقى خلاصه الامر احنا عندنا في ست خطوات بنتعامل فيهم مع الريسك. رقم واحد بنحط خطه، رقم اتنين بنعرف الريسك، رقم ثلاثه بنعمل تحليل كيفي كواليتيتيف ريسك اناليسيس، رقم اربعه بنعمل تحليل كمي كوانتيتيف ريسك اناليسيس، رقم خمسة بنحدد الريسك ريسبونسز، وبعد كده المفترض اللي احنا بننفذها وبنعمل مونيتور او بنتابع الريسك اثناء عمليات المونيتورنج اند كنترول. ده بمنتهى البساطه. حد عنده اسئله في الجزء الاولاني في محاضره النهارده؟ احنا قلنا محاضره النهارده عباره عن اربع اجزاء عشان ما تنسوش. اول جزء خلصناه سريعا انترودكشن، مقدمه. هنبتدي بعد كده نتكلم بقى على السيرتيفيكت اللي خاصه بالار ام بي، وهنبتدي نتكلم بقى بالتفصيل على الجزء اللي خاص بيه الريكويرمنتس والفيز بتاع الشهاده والاليجيبيليتي، وهنرد على كل الاسئله اللي ليها علاقه بالار ام بي، مع العلم ان الامتحان هيتغير في شهر ابريل، وده كلام المعهد مش كلام احمد حسن، ده كلام المعهد. فعايزين نعرف الكتاب هيتغير ولا لا، عايزين نعرف الاكزامينشن كونتنت اوت لاين هيتغير ولا لا، عايزين نعرف في حاجه يعني شكل الامتحان هيبقى عامل ازاي، هو ده اللي هنقوله النهارده. طيب قدامنا حاجتين، يا اما استنى لما الامتحان يتغير وامتحن على النظام الجديد، ده لو انا عايز يعني امتحن على النظام الجديد، يا اما اكمل على النظام القديم. فهنقول بقى، هنقول لو انت عايز تكمل على النظام القديم وتلحق تمتحن قبل التغيير، الخطوات اللي لازم تاخد بالك منها. ولو انت عايز تنتظر بعد الامتحان وبعد التغيير وتتوكل على الله بشهر مثلا ابريل او شهر مايو او يونيو، هنقول ايه التغيرات اللي هتحصل على شكل الامتحان. وده السكوب بتاع محاضرتنا النهارده. احبابنا الكرام، اللي عنده سؤال يسال. في عندي اوبشن في زوم ريز هاند، حضرتك ارفع ايدك وهنرد على كل اسئلتك. حد عنده اي سؤال لغايه دلوقتي؟
كله تمام؟ اللي عنده سؤال ريز هاند يسأل. يلا اكتبوا لنا على الشات، كله تمام؟ اخد بس فيدباك سريع كده منكم، كله تمام؟ انا شايف ان في بعض الزملاء كان عندها مشاكل في الصوت، وشايف ان الزملاء الحمد لله حلوا لهم المشكله. تسلم باشمهندس محمود، ممتاز. استاذنا الفاضل اتفضل يا فندم. بس الاسم مش واضح. اتفضل يا فندم، حضرتك ممكن تفتح المايك وتسأل. حضرتك ممكن تفتح المايك وتسأل. الإتقان لتعليم التلاوة، الاسم مش واضح. طيب احنا كل التفاصيل هنقولها، هنتكلم على مده الدوره والاسعار وكل حاجه، بس هخلي ده في نهايه المحاضره بتاعتنا، فانا اوعدكم هرد على كل التساؤلات. طيب نبدا بقى الحدوته بتاعتنا. معهد البي ام اي هو من اكبر المعاهد على مستوى العالم، ان ما كانش رقم واحد في الشهادات الاحترافيه اللي خاصه باداره المشروعات واداره المحافظ واداره البرامج. معهد البي ام اي لغايه السنه اللي فاتت كان منزل كام؟ كان عامل عنده 8 شهادات احترافيه، ده لغايه السنه اللي فاتت. ومن اول السنه دي زود كمان 5 شهادات احترافيه في مجال الاجايل بروجكتس مانجمنت، وفي انواع مختلفه من الشهادات هنتعرف عليها سريعا. فلغايه السنه اللي فاتت، يعني بصوا حضراتكم الفايل ده كان في اكتوبر 2020، لغايه السنه اللي فاتت كان عندي 8 شهادات احترافيه من معهد اداره المشروعات الامريكي او البي ام اي. وكان السنة اللي فاتت عدد الحاصلين على شهادة الـ RMB على مستوى العالم 5900 تقريبا. طيب السنة دي اللي حصل، الفاكت شيت بتاع نوفمبر 2021، يعني لسه الشهر اللي فات، بقى عندي 8 شهادات الأساسية، وكمان زود عليها مجموعة من الشهادات الاحترافية. طيب والنتيجة ايه؟ بقى عندي عدد الحاصلين على شهادة الـ RMB كام؟ تقريبا 10,000 محترف على مستوى العالم، اللي هي الريسك مانجمنت بروفيشنال. طب تعالوا ناخد لقطه كده سريعه على شهادات المعهد، معهد البي ام اي. اشهر شهاده في معهد البي ام اي شهاده اداره المشروعات الاحترافيه، اللي هي البي ام بي، وطبعا اكيد حضراتكم عارفينها، وبعض الزملاء الافاضل سيرتيفايد بي ام بي. فالبي ام بي بيحتاج 3 سنوات خبره، وبيديك فكرة عامة عن إدارة المشروعات بكل جوانبها أو العشر مناطق المعرفية وفقا لكتاب البين بوك الإصدار السادس. طب إيه الشهادات التانية؟ في عندي شهادات متخصصة زي مثلا البيزنس أناليسز، زي مثلا السكادولينج بروفيشنال اس بي، زي مثلا الريسك مانجمنت بروفيشنال، زي مثلا عندي شهادات متخصصة في الأجايل. عندي كمان شهادات ادفانسد نسبيا عن البي ام بي، زي شهادة إدارة البرامج الاحترافية اللي بتتطلب 8 سنوات خبرة، وإدارة المحافظ الاحترافية اللي بتتطلب برضو 8 سنوات خبرة في إدارة المحافظ والمشروعات وكذلك البرامج. فالمعهد عمل ريستراكشر من بداية 2021، وابتدى يغير تباعاً الشهادات اللي كان المعهد بيطرحها. فابتدى بشهادة البي ام بي عمل لها ريستراكشر بدءا من يناير 2021، وتباعاً داخل على الشهادات الأخرى. فدلوقتي دور الار ام بي حصل تغيير، حصل تغيير، وهنتفرج على التغيير تباعا في السلايدز القادمه. فاحنا بنتكلم ان حوالين العالم اراوند 10,000 سيرتيفايد ار ام بي حتى تاريخ. طب ايه الفرق ما بين الار ام بي والبي ام بي؟ البي ام بي بتعتبر شهاده اساسيه لدراسه المشروع من كافه الزوايا. فلما باجي ادرس اداره المشروعات بدرسها من كل الزوايا. يعني ايه؟ يعني طبعا الناس اللي سيرتيفايد بي ام بي فاهمين الكلام ده كويس، اللي انت بتدرس ال10 مناطق المعرفيه اللي خاصه بالانتجريشن، السكوب، السكادول، الكوست، الكواليتي، الريسورسز، الكوميونيكيشن، الريسكس، البروكيورمنت، الستيك هولدر. والكتاب اللي عندي اللي انا شغال منه لغايه السنه اللي فاتت كان اسمه البروجكتس مانجمنت بادي اوف نوليدج، او البيم بوك الاصدار السادس، والسنه دي كمان نزل لنا الاصدار السابع. فلو حضراتكم بتتابعوا الاسبوع الماضي كان عندنا ندوه تعريفيه عن الاصدار السابع والفروقات ما بين الاصدار السادس والاصدار السابع، والمحاضره مسجله على قناه اليوتيوب اللي حابب يرجع لها. طيب ده بالنسبه للبي ام بي. البي ام بي حوالين العالم حوالي 1,300,000 سيرتيفايد على مستوى العالم النهارده. طيب الريسك هي عباره عن شهاده
من ضمن شهادات اداره المشروعات الامريكيه او معهد اداره المشروعات الامريكيه المتخصصه. فهو مسك جانب معرفي من ضمن العشر جوانب المعرفيه اللي خاصه بشهاده البي ام بي، وعمل عليها فوكسينج وهيدرسها بالتفصيل في كتاب هنتفرج عليه كمان لحظات، اللي هو اللي خاص بكتاب الار ام بي. طيب السؤال بقى اللي حضرتك بتسالوه، لو انا ناوي ادخل امتحان الار ام بي، يا ترى شكل الامتحان عامل ايه؟ يا ترى ايه البري ريكويزيتس؟ يا ترى تكلفه الامتحان وهكذا. فاولا الامتحان 170 سؤال، جميع الاسئله بي دي يوز، جميع الاسئله مالتيبل تشويسز. الامتحان 3 ساعات ونص، يبقى احنا بنتكلم في 170 سؤال مالتيبل تشويسز كويستشنز في 3 ساعات ونص، منهم 20 سؤال مش داخلين في الدرجات، وبالتالي يبقى انت كان 150 سؤال هم اللي داخلين في التقدير او المجموع، وعندك فيه 20 سؤال بري تيست كويستشنز زي النظام القديم بتاع البي ام بي. لو حضراتكم امتحنتوا على النظام القديم كان 25 سؤال بري تيست و175 سؤال كانوا اسئله داخله في المجموع. نفس الكلام بالظبط في شهاده البي جي ام بي، لو حاضر من حضراتكم يعني بروجرام مانجمنت بروفيشنال، نفس الكلام في شهاده البي جي ام بي وهكذا. وبالتالي فالامتحان 170 سؤال 3 ساعات ونص، منهم 20 سؤال مش داخلين في التقدير و150 سؤال داخلين في التقدير. وعشان اجدد الشهاده كل 3 سنوات بحصل على 30 بي دي يوز بروفيشنال ديفلوبمنت يونتس عشان اجدد الشهاده. تكلفه الامتحان قد ايه؟ بالنسبه للاعضاء في المعهد $520، وبالنسبه لغير الاعضاء في المعهد $670. طيب العضويه بكام؟ العضويه ب $139، وكان في كوبون خصم 15% لسه كان المعهد طرحه الاسبوع الماضي، بحيث اللي حابب يعني يشترك في عضويه المعهد بيستفيد بكوبون الخصم، كمان هيعمل له خصم 15%، فتقريبا هتبقى العضويه بعد الخصم حوالي $118 بدل $139 تقريبا يعني. طب ايه البري ريكويزيتس؟ المعهد قال لك عشان تدخل الامتحان لازم في شرطين يتحققوا فيه. لو حضرتك مؤهل عالي يبقى عندك خبره في اداره المخاطر اراوند سنتين في اخر 5 سنوات، وتاخد كورس لا يقل عن 30 ساعه تدريبيه في مجال اداره المخاطر الاحترافيه. طب لو حضرتك مؤهل متوسط، وطبعا اعتقد ان 99% من الزملاء اللي عندنا كلهم مؤهل عالي، بس يعني لو مؤهل متوسط بتاخد كورس لا يقل عن 40 ساعه تدريبيه في مجال اداره المخاطر، ويكون عندك خبره في مجال اداره المخاطر في حدود ال3 سنوات. ده كلام المعهد. طيب نفس الكلام بنكرره في كل الشهادات الاحترافيه احبابنا الكرام، الاوديت لا يزيد عن 10% 15%، فمعظم الناس حتى لو ما عندهاش خبره في اداره المخاطر وتملى الابلكيشن وتدخل بنسبه 90% هتتقبل حتى لو ما عندكش خبره في مجال اداره المخاطر. يبقى انت الصح تعمل ايه؟ تكتب الابلكيشن بطريقه سليمه عشان بنسبه 90% مش هيحصل عليك اوديت، فما تقلقش. طيب ال 10% الورست سيناريو بقى، لو حصل عليك اوديت لازم يكون معاك ايفيدنس يثبت الكلام اللي انت كاتبه في الابلكيشن، وده يعني نادرا ما بيحصل، بس انت برضو بتبقى في السيف سايد. يبقى انت وانت بتكتب الابلكيشن بتكتبه بطريقه صحيحه، يعني صياغتك لمهام مدير المخاطر في اداره المشروعات لازم يتكتب بطريقه صحيحه عشان لو حصل عليك اوديت تعرف تثبت الكلام اللي انت كاتبه في الابلكيشن. وطبعا اثناء الكورس والبرنامج التدريبي بنشرح بالتفصيل ازاي نكتب الابلكيشن عشان تعدي من اول محاوله وما يحصلكش مشكله في عمليه الاوديت. اول تعديل حصل مع كوفيد 19، الامتحانات بقت اونلاين، وده من ضمن التعديلات اللي حصلت في امتحان الار ام بي. كان زمان الامتحان بتحجز في مركز معتمد من البي ام اي وتروح تمتحن. بعد كوفيد 19 زي بالظبط امتحان البي ام بي، فتحوا الامتحانات اونلاين تمتحن 24/7، تختار الميعاد اللي انت عايزه وتحجز الامتحان وتمتحن من اي جهاز واصل على شبكه الانترنت، سواء في المكتب سواء في البيت سواء في اي مكان. اهم حاجه ان حضرتك تبقى الاوضه مجهزه للامتحان عشان في بروكتر، في مراقب بيخليك تفتح الكاميرا وتشغل المايك وقت الامتحان، وبالتالي وقت الامتحان مش من حقك ان انت تلتفت يمين او شمال، مش من حقك ان انت تفتح اي حاجه ورقه او كتاب او مذكره، كل الكلام ده ممنوع في الامتحان، انت في امتحان. وبالتالي بتحدد المكان اللي انت هتقعد فيه يكون مكان ملائم لجو الامتحان، مكان مش مزعج، مفيش اي انتربشنز عشان تبقى مركز، وفي نفس الوقت بتفتح الكاميرا وتفتح المايك، وبتحصل طبعا يعني لوك للسكرين، فمش من حقك تفتح اي حاجه على الكمبيوتر وقت الامتحان، الشاشه نفسها بتبقى لوكد،
وبرضه مش منحك تفتح اي ورقه او تكتب اي كتاب ولا اي حاجه وقت الامتحان، الكاميرا مفتوحه والمراقب شايفك وقت الامتحان، فلو لقيت بتلتفت يمين او شمال بينظرك مره او اتنين، وبعد كده بيقطع عليك الامتحان وبيبقى بالنسبه له حاله غش. فدي من ضمن، وده نفس الحال في البي ام بي ونفس الحال في الاي سي بي كمان، يعني ده مش بس الار ام بي ولكن ده نفس الحال في الحاجات الاخرى يعني. فده اول تعديل، يبقى في مراقب بيراقبك وقت الامتحان وحضرتك بتحدد الميعاد اللي انت عايزه وتدخل تمتحن. طب لو انا عايز امتحن في مركز مفيش مشكله خالص، حضرتك بتدخل تحدد الميعاد من على الانترنت من موقع bmi.org وتتوكل على الله وبتروح تمتحن في الميعاد اللي انت اتفقت عليه. وبالتالي احنا عندنا مثلا في جمهوريه مصر العربيه في عندنا يعني اماكن معتمده تبع مثلا الجامعه الامريكيه، تبع جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، في كذا مكان يعني معتمد من معهد البي ام اي وبندخل الامتحان من خلاله يعني. فما فيش مشكله لو انت عايز تمتحن بالطريقه النمطيه اكسبتد، لو انت عايز تمتحن اونلاين من خلال الفيتشر الجديده للمعهد وفرها، بس لازم تتاكد ان انت عندك جهاز كمبيوتر كويس، لو داخل على الانترنت ما فيش اي مشاكل في الجهاز، لازم تتاكد ان انت الكاميرا شغاله، لازم تتاكد ان في انترنت ريلايبل وقت الامتحان عشان ما يحصلش اي مشكله. وطبعا زي ما اتفقنا بتقعد في مكان، المكان ده يكون نوعا ما هادي عشان تعرف تركز وانت بتمتحن، وتبعد عنك كل الورق وكل حاجه عشان ما يحسبتلكش حاله غش وقت الامتحان. وده نفس الحال في البي ام بي ونفس الحال في الاي سي بي. التعديلات المقترحه، وده السؤال القوي اللي انا متوقع كل الزملاء داخلين عشان يسالوا السؤال ده. اول تعديل المعهد قالوا ان بحلول ابريل 2022 النظام القديم ده هيبقى اوبسليت وهيطلع نظام جديد في الامتحان. ايه بقى النظام الجديد؟ هنتكلم عنه دلوقتي. اولا الامتحان هيبقى بالعربي وبالانجلش، ودي من ضمن الحاجات اللطيفه يعني، في بعض الزملاء بيبقى سلاه يذاكر الكتاب بالعربي ويدخل الامتحان بالعربي، فدي واحده من ضمن التعديلات الجميله اللي هي ممكن تبقى ابليكابل يعني لبعض الزملاء، اللي هو يبقى افضل له اللي هو يدخل الامتحان بالعربي. طب ايه كمان غير موضوع العربي؟ اولا زي ما حضراتكم عارفين ان في اداره المشروعات حصل تغيير جذري بدخول تطبيقات الاجايل بروجكتس مانجمنت والهايبرد تكنيكس، فبرضه نفس الكلام في اسئله هتيجي بقى على الاجايل بروجكتس مانجمنت وفي اسئله هتيجي على الهايبرد تكنيك، مش هتبقى الاسئله فقط على البريدكتيف بروجكتس مانجمنت. زي ما حضراتكم عارفين في الووتر فول وفي الاجايل، وبالتالي فكان زمان ان معظم الاسئله ما كانتش يعني كلها كانت بتتكلم اكترها على البريدكتيف لايف سايكل، وبيتكلم على يعني نادرا ما كان بيجي اسئله على الاجايل بروجكتس مانجمنت، ولكن دلوقتي لا خلاص ده بقى الموضوع اساسي، ان زي ما في عندك بريدكتيف في عندك كمان هايبرد، في عندك كمان اجايل، وبالتالي فالموضوع ما بقاش بريدكتيف فقط. فده من ضمن التعديلات اللي هتسمع معانا من اول ان شاء الله تعالى ابريل 2022. الحاجة الثانية الاكزامينيشن كونتنت اوتلاين اتغير، ودي برضو من ضمن الحاجات المهمة. الاكزامينيشن كونتنت اوتلاين القديم تعالوا نتفرج كده عليه مع بعض، طبعا انتوا فاهمين يعني ايه اكزامينيشن كونتنت اوتلاين، الزملاء اللي دخلوا امتحان البي ام بي ده عبارة عن المرجع الاساسي اللي احنا بنعتمد عليه في مذاكرة الامتحان يعني، وبالتالي فالاكزامينيشن كونتنت اوتلاين ده النظام القديم اللي احنا بنشتغل عليه حتى تاريخه يعني لغايه النهارده ولغايه شهر ابريل. فده الكتاب اللي خاص بالاكزامينيشن كونتنت اوتلاين اللي بيوريك شكل الامتحان وتوزيع الدرجات. فالكتاب القديم على قديمه بيتكلم على ايه؟ بيتكلم اللي انت عندك خمس بريفورمانس دومينز او خمسه دومينز حضرتك بتتسال عليهم، وده الخمس دومينز، دومين اسمه ريسك استراتيجي اند بلاننج ونسبته في الامتحان من 19 ل 20%، دومين اسمه ستيك هولدر انجيجمنت ونسبته في الامتحان من 19 ل 20% تقريبا، والريسك بروسيس فاسيليتيشن، وكذلك الريسك مونيتورنج اند ريبورتنج، واخيرا بريفورمنت سبيشالايزد ريسك اناليسيس. فده النظام القديم، وزي ما انتم متعودين بيبقى في عندك مهام مدير المخاطر بتبقى موجوده مع كل يعني دومين من الخمسه دومينز. فده النظام القديم. امال النظام الجديد هيبقى عامل ازاي؟ النظام الجديد الاكزامينيشن كونتنت اوتلاين اتغير، وحتى المعهد ادانا كده نبذه عنه وطلع لنا بايلوت نبص عليه عشان نتخيل يعني شكل الاكزامينيشن كونتنت اوتلاين هيبقى عامل ازاي اللي هيتفعل بعد ابريل 2022. فالاكزامينيشن كونتنت اوتلاين
بقى ماشي معاه، وده زي ما حضراتكم شايفين ده اخر ابديتس، ده ابديت الشهر اللي فات يعني نوفمبر 2021 يعني. فوفقا لتعليمات المعهد ان الاكزامينشن كونتنت اوت لاين الخمس محاور اللي احنا كنا بنتكلم عنها اتغيرت مسمياتهم. بقى عندي ريسك استراتيجي اند بلاننج 22% من الاسئله، بقى عندي ريسك ايدنتيفيكيشن 23% من الاسئله، ريسك اناليسيز 23% من الاسئله، ريسك ريسبونس 13% من الاسئله، ومونيتورنج اند كلوز ريسكس 19% من الاسئله. وبقت ماشيه اكتر مع البروسيس اللي احنا اتكلمنا عنها، ما هو الريسك استراتيجي اند بلاننج ما دي اللي بتطلع لك الريسك مانجمنت بلان، الريسك ايدنتيفيكيشن ما دي اللي بتطلع لك الريسك ريجستر، الريسك اناليسيز ما دي اللي احنا قلنا عليها اللي هي الكواليتيتيف والكوانتيتيف ريسك اناليسيز، والريسك ريسبونس الاستجابه للريسك، واخيرا المونيتورنج اند كنترولنج، وفي الاخر كلوز الريسكس مع نهايه البروجكت. طب ده اول تعديل. وطبعا شكل كمان التاسك بقت مياله اكتر مع الاكزامينشن كونتنت اوت لاين بتاع البي ام بي، فبقى عندي دومينز وتاسكس وانيبولرز، نفس بالظبط النظام الجديد في البي ام بي. يعني البي ام بي بعد ما حصل ريستراكشر مع بدايه يناير 2021 بقى عندي ثلاثه دومينز اللي هي البيبل والبروسيس والبزنس انفايرمنت، وعندي التاسكس 135 يعني بنتكلم على التاسكس على مستوى 35 تاسكس، وبنتكلم على الانيبولرز 139 انيبولرز على مستوى البي ام بي. فنفس الكلام بالظبط، هيبقى عندك دومينز، خمسه دومينز المسميات اتغيرت، وكل دومين جواه تاسك، وكل تاسك جواه مجموعه من الانيبولرز زي البي ام بي، نفس الطريقه المتبعه في البي ام بي. عشان كده قلت لحضراتكم ان المعهد بيعمل ريستراكشر للشهادات بما فيها شهاده الار ام بي، ده دورها. هبعت لحضراتكم كل حاجه ما تقلقش خالص، يعني الزملاء اللي بتسال على الفيديو طبعا المحاضره بتاعت النهارده مسجله لا تقلقوا، هنبعت لحضراتكم ان شاء الله تعالى الملف البي دي اف اللي احنا بنشرح من خلاله، فكل الكلام ده هيتبعت لحضراتكم لا تقلقوا تماما يعني. فده النظام الجديد اللي خاص بالمعهد، وابتدى يطلع لنا بايلوت كده بس عشان ناخد بالنا شكل الاكزامينشن كونتنت اوت لاين عامل ايه، وطبعا كل التفاصيل موجوده على الموقع بتاع البي ام اي. مش كده بس، ده كمان في كتاب تاني نزل، والكتاب ده مهم جدا. الكتاب ده اسمه ايه؟ ذا ستاندرد فور ريسك مانجمنت ان بورتفوليوز بروجرامز اند بروجكتس. وركزوا معايا، الكتاب الاولاني اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه اللي هنعرف ان شاء الله تعالى في خلال شهر شهرين نمتحن وندخل وننجح ونبقى سيرتيفايد، الكتاب ده بيركز على اداره المخاطر في السنجل بروجكت، وحط تحت سنجل بروجكت ده 20 خط. ده الكتاب القديم احبابنا الكرام عشان بس ما انتوا عارفين. فالكتاب القديم نقرا بس اسم الكتاب عشان بس نبقى عارفين، فده الكتاب القديم اللي هو مفعل النهارده، براكتس ستاندرد فور بروجكت ريسك مانجمنت. يعني خلي بالك بروجكت ريسك مانجمنت، وبالتالي هنا مش بيتكلم على بروجرام مانجمنت ولا بيتكلم على بورتفوليو مانجمنت، ده بيتكلم على دراسه المخاطر في مشروع ستاند الون لوحده كده مستقل. معايا يا احبابنا الكرام؟ الكتاب كله على بعضه كام؟ 130 ورقه تقريبا، لو شلنا شويه الحشو اللي ملوش لازمه تقريبا هيرسي على 100 ورقه تقريبا بعد ما نشيل الابنديسيز اللي هو مش هتبقى فيها فرق كتير يعني. فبنتكلم الكتاب تقريبا كام؟ حوالي 100 ورقه. ده بالنسبه للنظام القديم. النظام القديم متوافق كمان مع كتاب البين بوك الاصدار الخامس. عيد مره ثانيه، متوافق مع البين بوك الاصدار الخامس مش السادس. يبقى انت لو انت حضرتك عايز تدخل امتحان النهارده في 2021 قبل ما نلحق التعديلات بتاعت ابريل، هتذاكر من الاصدار الخامس، باكد على الخامس عشان في فروقات ما بين الخامس والسادس، بس تصميم الامتحان متوافق مع الخامس مش مع السادس. ما يا احبابنا الكرام، وبالتالي فاللي ناوي يدخل النهارده امتحان الار ام بي قبل شهر ابريل لازم يبقى، مش محتاج طبعا تقرا الكتاب كله بتاع البين بوك الاصدار الخامس، محتاج بس تركز على ثلاث فصول اساسيه، الفصل العاشر اللي هو البروجكتس كوميونيكيشنز مانجمنت، والفصل ال11 اللي هو البروجكتس ريسكس مانجمنت، والفصل الاخير ال13 اللي هو البروجكت سكادول ستيك هولدرز مانجمنت. هم الثلاث فصول دول، هم دول انت محتاجهم من الكتاب ده كله يعني، عشان في اسئله بتيجي على الثلاث فصول دول. وطبعا لو انا بتكلم على الاصدار الخامس كان بيتكلم على ست عمليات بس، ست عمليات بس في الريسك، ولا لو انا بتكلم على الاصدار الخامس. طبعا في الاصدار السابع بقوا سبع عمليات، يعني زود امبلمنت ريسك ريسبونسز دي موجوده في الاصدار السادس ما كانتش موجوده في الاصدار الخامس. ما يا احبابنا الكرام، يبقى انا اللي ناوي يدخل النهارده الامتحان محتاج يراجع الفصل ال11 في البين بوك الاصدار الخامس عشان تصميم الامتحان النهارده وفقا للاكزامينشن كونتنت اوت لاين القديم متوافق مع الاصدار الخامس مش السادس. في فرق؟ اه في فرق. لو بصيتوا على العمليات في الاصدار الخامس هتلاقيهم ست عمليات، لو بصيتوا على العمليات في الاصدار السادس هتلاقيهم سبع عمليات.
زود امبلمنت ريسك ريسبونسز. طيب ده بالنظام القديم. طب النظام الجديد، لا ده ما بقاش الموضوع احنا بندرس الريسك على مستوى المشروع، ده ما هنا بندرس الريسك على مستوى المشروع والمحفظه وكذلك البرنامج. وده بالنسبه لي ابتدى يحط لي يعني بردن اكتر، ان الريسك مش مرتبط بالمشروع بس. وده على فكره حقيقه هو ده الكلام المنطقي، لو انا بتكلم يعني بطريقه منطقيه، الريسك مش مرتبط بالمشروع بس. يعني لو حضراتكم درستوا مثلا شهاده البي جي ام بي اللي هي اداره البرامج الاحترافيه، هتلاقي في واحده من ضمن العمليات الهامه اللي احنا بنتكلم على البروجرام ريسك استراتيجي. وبالتالي فزي ما في بندرس الريسك على مستوى المشروع، بندرس الريسك على مستوى البرنامج، وبرضه بندرس الريسك على مستوى المحفظه البورتفوليو. وبالتالي فهنا ابتدى بقى يلم لك الموضوع كله، عمل كتاب اسمه الريسك مانجمنت ان بورتفوليوز بروجرامز اند بروجكتس. فعمل كتاب اسمه الريسك مانجمنت ان بورتفوليوز بروجرامز اند بروجكتس، والكتاب بقى كام؟ اراوند 190 ورقه، يعني تقريبا هتلاقي حوالي 160 ورقه. فالموضوع بقى السكوب نسبيا اكبر، اللي انت مش بس بتدرس الريسك على مستوى المشروع، والحاجه الثانيه ان كمان الاكزامينيشن كونتنت اوت لاين اتغير ودخل فيه مفاهيم الاجايل والهايبرد في امتحان الريسك. يبقى انت عندك في حاجتين اتغيروا، الاكزامينيشن كونتنت اوت لاين وكمان الستاندرد بوك اتغير. فدي نقطه ثانيه خلي بالكم منها يا شباب، اللي ناوي يدخل امتحان الار ام بي يتوكل على الله دلوقتي وما ينتظرش. دلوقتي الدنيا اسهل من ما بعد ابريل، الدنيا هتبقى نوعا ما محتاجه يعني فهم اكتر واستيعاب اكتر لمفاهيم الريسك. فده سريعا بالنسبه للتغيرات. طيب نرجع مره ثانيه، البي ام بي بيديك اوفر فيو عام عن اداره المشروعات بكل جوانبها. الار ام بي هي متخصصه فقط فين؟ متخصصه فقط في الجزء اللي خاص ب البروجكت ريسك مانجمنت، زي ما قلت لكم على الستاند الون بروجكتس. فدي بس فكره كده سريعه عن شهاده الار ام بي يعني والفرق ما بينها وما بين شهاده البي ام بي. نفتح باب الاسئله مره ثانيه قبل ما ندخل على الجزء الثالث من محاضرتنا النهارده. انا بفكركم النهارده هنتكلم على خمس اجزاء اساسيه: introduction to project risk management. وانا طبعا بقول introduction عشان الموضوع يطول شرح، احنا بنشرح الريسك في كورس كامل 30 ساعه تدريبيه، وبالتالي فكل اللي انا قلته ده جاست انترو، مقدمه لاداره المخاطر الاحترافيه. ثاني حاجه بنتكلم على شهاده الار ام بي في عجاله شديده. ثالث حاجه اللي هي الجزء الجاي هنتكلم بقى على الاكزام اليجيبيليتي ريكويرمنتس، هنتكلم على البي دي يوز، هنتكلم على الفيز، هنتكلم على كل التفاصيل. وبعد كده هنتكلم على الار ام بي جورني، الحدوته بقى بتاعه الار ام بي. واخيرا هنتكلم على الكورس اللي حضراتكم بتسالوا عليه. طيب مين عنده سؤال احبابنا الكرام؟ حد عنده سؤال؟ عنده سؤال ريز هاند. باشمهندسه ساره اتفضلي يا فندم. طيب في الجزء الأولاني حضرتك وريتنا كتاب متكون من 8 chapters، وبعد كده يعني اللي عايز يدخل امتحان الـ PMP تحديداً دلوقتي وقبل أبريل اللي جاي بيذاكر منين؟ لا PMP ولا RMP باشمهندس سارة؟ PMP. لا لو أنا بتكلم عن PMP محاضرة النهاردة كلها على RMP. PMP احنا كنا عملنا محاضرة الأسبوع الماضي بنتكلم على بي ام بي بكل تفاصيلها، بس انا يعني ادي حضرتك بس يعني شورت يعني انسرز. بالنسبه للنهارده، النهارده في كتاب جديد نزل اسمه الاصدار السابع، اللي هو البين بوك الاصدار السابع، ومعاه كمان الستاندرد الخاص بالاصدار السابع النهارده. فده نزل امتى؟ نزل من حوالي 3 شهور تقريبا او 4 شهور، وابتدى المعهد قال ان ده داخل من ضمن الريفرنسز اللي هيسمع في الامتحان الدولي، وبرده المعهد قال ان ده مش هيسمع قبل عده شهور. يعني مش معنى كده اللي هيدخل بكره مثلا او هيدخل الفتره اللي جايه هيدخل على الاصدار السابع، لا خالص. اللي هيدخل دلوقتي برضه استل على الاصدار السادس مع تعديلات يناير 2021. فانا بس لو استاذن حضرتك يعني ابعتي لي بس مسج على الواتس، وانا هبعت لحضرتك تسجيل المحاضره الخاصه بالاسبوع الماضي. وصدفه احنا عندنا كورس بي ام بي هيبدا بكره، يعني لو حضرتك حابه يعني تجوين معانا الكورس الجديد، فعندنا بي ام بي كورس هيبدا بكره، هيبقى سبت وثلاث لمدة 22 محاضرة، 22 محاضرة شاملة كل حاجة بقى، شاملة شرح الإصدار السادس وفقا لتعديلات يناير 2021، وشاملة شرح الإصدار السابع الجديد، وشاملة كمان سكاشن مراجعة وحل أسئلة وفقا للشكل الجديد للامتحان، بحيث إن المتدرب بيدخل معانا في خلال 3 شهور يبقى سيرتيفايد بي إم بي إن شاء الله تعالى. تمام، شكرا. تفاصيل أكتر ابعتي لي رسالة على الواتس وأبعت لك كل التفاصيل الخاصة بالبي إم بي. النهاردة السيشن بتاعتنا عن الريسك مانجمنت بروفيشنال، آر إم بي. تمام، شكرا.
تحياتي لحضرتك يا باشمهندس. مع العلم ان احتمال حد يكون عايز يدرس الكورسين مع بعض، الاثنين ما فيش تعارض، يعني البي ام بي ما بيتعارضش مع الار ام بي، بل بالعكس بيكملوا بعض. يعني دي نقطه مهمه، المعهد مش مشترط ان لازم اكون بي ام بي سيرتيفايد عشان ادخل وامتحن ار ام بي، مش مشترط خالص. فممكن ابقى بي ام بي وادخل امتحن ار ام بي، او ممكن ابقى ار ام بي وما امتحنتش بي ام بي، او ممكن ما درستش بي ام بي وعايز ادرس ار ام بي. يعني المعهد مش رابط الاثنين ببعض، فدي برضو نقطة. يعني ممكن تكون حضرتك مثلا مهتمية أكتر بالآر إم بي عن بي إم بي، أو العكس، أو ممكن أدخل الاتنين مع بعض. عشان كده إحنا حتى عاملين معادين، الكورس الجديد بتاعنا عاملين سبت وثلاث بي إم بي، وعاملين حد وأربع آر إم بي، بحيث اللي حابب يحضر بي إم بي ما يتعارضش مع معاد الآر إم بي، عشان الاتنين هيتغير امتحاناتهم مع حلول شهر أبريل. ففي بعض الزملاء بيبقى عايز يلحق بسرعة يدخل الامتحان قبل شهر أبريل. فبالنسبة للآر إم بي كفايه جدا شهر شهرين ماكسيمم تبقى حضرتك سيرتيفايد ار ام بي، والبي ام بي كفايه جدا من شهرين لثلاث شهور ماكسيمم حضرتك تبقى سيرتيفايد بي ام بي. فعشان كده ممكن في خلال الثلاث شهور لو حضرتك متفرغ نسبيا تدخل في المادتين وتنجح في المادتين، ومش هيحصل تعارض، بل بالعكس يعني هيخليك تستوعب الموضوع بطريقه اشمل، ان حضرتك دارس الاثنين والاثنين بيكملوا بعض مش بيتعارضوا مع بعض. تحياتي لحضرتك يا باشمهندسه ساره. ممتاز. مين عنده سؤال ثاني يا احبابنا الكرام؟ كله تمام؟ طيب، كورس اداره المخاطر، احنا زي ما احنا قلنا هو ريليفنت لاداره المشروعات، مع العلم ان مفاهيم اداره المخاطر ممكن اطبقها في اداره الاوبريشن او في الصحه والسلامه المهنيه، ولكن انا هنا بعمل اسقاط عن اداره المشروعات عشان الكتاب اللي انا بذاكر منه والكتاب اللي انا هدخل امتحن منه. زي ما وريت لحضراتكم اسم الكتاب، الكتاب اسمه ايه؟ براكتس ستاندرد فور بروجكت ريسك مانجمنت. هو مش بيتكلم على الريسك مانجمنت يعني ان جنرال، هو بيتكلم على بروجكت ريسك مانجمنت. وبالتالي المفاهيم اللي احنا بنقولها في الريسك بعضها ممكن نطبقه في اداره الاوبريشن اداره العمليات، بعضها ممكن نطبقه مع الصحه والسلامه المهنيه، ولكن هنا بنتكلم سبيسيفيكلي على بروجكت ريسك مانجمنت، وبنتكلم سبيسيفيكلي على شهاده البي ام اي معهد اداره المشروعات الامريكي، وبنتكلم سبيسيفيكلي على واحده من اقوى الشهادات على مستوى العالم. زي ما تحققوا عدد الحاصلين على شهاده الار ام بي على مستوى العالم اراوند 10000 واحد، مع العلم ان البي ام بي حوالي 1,300,000. فليك ان تقارن، يعني تخيل انت عندك شهاده البي ام بي في جيش حاصل عليها 1,300,000 على مستوى العالم، شهاده الار ام بي 10000 فقط على مستوى العالم. وبالتالي فدي يدي ايمج اكتر للشهاده، ده يدي برستيج اكتر للشهاده، ده يدي فاليو اعلى للسادة الحاصلين على الشهادة. يعني بس حبيت أوضح النقطة دي في البداية. طيب نكمل موضوعنا بالنسبة للآر إم بي. لو أنا قررت أدخل في مجال الآر إم بي، يا ترى إيه الخطوات الستيبس اللي أنا همشي عليها عشان أبقى آر إم بي سيرتيفايد؟ فتعالوا نركز كده مع بعض في أربع نقاط أساسية. رقم واحد، إيه الماتيريالز اللي أنا هذاكر منها؟ ده سؤال مهم جدا. رقم اتنين، إيه الأبلكيشن وشكل الأبلكيشن اللي أنا حاملاه؟ رقم ثلاثة، ايه المفاهيم اللي انا محتاج اراجع عليها من ادارة المشروعات عشان استوعب ادارة المخاطر؟ رقم اربعة، شكل الاسئلة ونوعية التست بانك اللي انا محتاج اعتمد عليها عشان خاطر يعني اتوكل على الله وادخل الامتحان وانجح من اول محاولة واباف تارجت كمان. فده اللي احنا هنتكلم عنه. طيب بالنسبة للماتيريالز، احنا عندنا كذا كتاب كده هنشتغل عليه في الكورس بتاعنا، وكمان طبعا لازم نعتمد عليه في الدراسة. اول كتاب الستاندرد فور بروجكت ريسك مانجمنت، وده أول كتاب اللي هو بالنسبة لي المرجع الأساسي اللي أنا هشتغل عليه في دراسة إدارة المخاطر الاحترافية. الكتاب ده زي ما أنا وريته لحضراتكم اللي هو بيسميه البراكتس ستاندرد فور بروجكت ريسك مانجمنت، فهو ده الكتاب الأساسي اللي أنا هشتغل عليه في دراسة المخاطر الاحترافية، وده بالنسبة لي المرجع الأول اللي أنا هعتمد عليه. ده زي ما قلت لكم تقريبا بعد ما نشيل الريفرنسز والحشو والكلام ده هيبقى تقريبا حوالي 100 ورقة، ومش صعب بس هو محتاج شويه تركيز. طب ايه تاني؟ محتاج حاجه اسمها هاند بوك، ومحتاج حاجه اسمها اكزامينيشن كونتنت اوت لاين، وهنعرف الاثنين والفرق ما بينهم اثناء الشرح بتاعنا. محتاج اكتب ابلكيشن على المهام اللي انت عملتها في اداره المخاطر، وطبعا بيبقى فيه زي تمبلتس كده بنكتب شبهها، او بيبقى فيه ستاندرد طريقه كده معينه بنكتب بيها، وبنعتمد على مهام مدير المخاطر في الاكزامينيشن كونتنت اوت لاين في كتابه الابلكيشن اللي خاص بالار ام بي. وطبعا الناس اللي دخلوا امتحان البي ام بي فاهمين كويس قوي ازاي نكتب ابلكيشن بطريقه ستاندرد.
زي ما قلنا في بعض المفاهيم محتاجين افهمها او اراجع عليها في البروجكتس مانجمنت، هنستعرضها سريعا من خلال الكورس بتاعنا لما نيجي نشرح الكورس، زي مثلا المفاهيم اللي خاصه بالورك بريك داون ستراكشر، زي المفاهيم اللي خاصه بالاي في ام، زي المفاهيم اللي خاصه بالريسك اناليسز. طبعا الفصل 11 لازم يتقري بالكامل من البين بوك الاصدار الخامس زي ما وضحنا، عشان الانبوتس والتولز والتكنيكس والاوتبوتس محتاجين نفهم كويس جدا الورك فلو اللي بيتم ما بين الست عمليات في اداره المخاطر بالنسبه للبين بوك الاصدار الخامس. وزي ما اتفقنا محتاج اقرا الكوميونيكيشن والستيك هولدر عشان الاثنين مهمين كمان في اداره المخاطر. ومجموعه من الاسئله بنتدرب عليها مع الكيس ستاديز مع التمبلتس عشان ابقى مؤهل للامتحان. الشهاده كلها على بعضيها ما تاخدش اكتر من شهرين، بس احنا برضو بنقول على حسب يعني خبرتك في اداره المشروع. يعني ممكن حد يكون درس البي ام بي ولسه يعني حاصل على الشهاده في خلال شهر شهرين ثلاثه، فالمعلومات لسه فريش او لسه فاكر المعلومه، فساعتها ده مش هيحتاج اكتر من شهر. طب لو حد درس شهاده مثلا من سنتين ثلاثه فهو عنده الاساسيات بس محتاج يعمل ريفريشمنت، فده ممكن ياخد شهرين مثلا اعداد. طب لو واحد ما درسش بي ام بي خالص وما يعرفش اداره مشروعات، لا ده ممكن ياخد اكتر من شهرين، يعني عشان بس اكون صادق معاكم. فاحنا بنتكلم من شهر لشهرين لو انت دارس بي ام بي. طب لو انا ما درستش اداره مشروعات ولا اعلم شيء عن اداره المشروعات، ممكن تاخد معاك وقت اكتر من شهرين، طبعا على حسب الوقت اللي حضرتك هتتفرغ فيه في المذاكره، وكمان عدد الاسئله ونوعيه الاسئله اللي انت بتحل منها مصادر الحل. فالبدايه بناخد كورس، والكورس ده بيبقى 30 ساعه تدريبيه كحد ادنى زي ما احنا قلنا وفقا للريكويرمنتس بتاعت المعهد، ما ينفعش اقل عن 30 ساعه تدريبيه، بس ممكن يزيد، فممكن يبقى اكتر من 30 ساعه تدريبيه. فاحنا الكورس بتاعنا على سبيل المثال هيبقى 48 ساعه تدريبيه، عندنا 30 ساعه تدريبيه بنشرح الماده الكونتنت، وعندنا 18 ساعه تدريبيه بنحل اسئله من خلال سكاشن المراجعه، ومعانا تيتشنج اسيستنت بيساعد في حل الاسئله وامتحانات بافكار مشابهه للاختبار الدولي. بعد كده بكتب الابلكيشن وبعمل سبميت، ممكن ياخد معايا من يوم لثلاث ايام كحد اقصى. طبعا بيبقى في يعني فترة من لغاية خمس أيام عمل ممكن المعهد يحصل عليك راندوم أوديت، ولو ما حصلش أوديت بتتوكل على الله وبتدخل تحجز ميعاد الامتحان. وزي ما قلت لحضرتك يعني إن شاء الله تلحق تدخل وتمتحن وتنجح قبل شهر إبريل لو حضرتك مستعد تدخل الشهادة بإذن الله تعالى. الامتحان زي ما اتفقنا بيبقى 170 سؤال ومدته 3 ساعات ونص، وبيمتحن من خلال سنتر أو من خلال أونلاين، وبعد كده بتجدد الشهاده زي ما احنا قلنا كل 3 سنوات من خلال حصولك على 30 بروفيشنال ديفلوبمنت سيونتس او 30 فيديوز. ايه بقى الماتيريالز اللي انا محتاج اركز فيها عشان اذاكر؟ هم محتاج 4 حاجات فقط. الحاجه الاولى الكتاب الستاندرد، الحاجه الثانيه زي ما احنا قلنا الهاند بوك، والحاجه الثالثه الاكزامينيشن كونتنت اوت لاين، واخيرا كتاب البين بوك الاصدار الخامس. وطبعا من خلال الكورس بتاعنا احنا بنوفر كل المراجع وكل الماتيريالز انت محتاجها لاجتياز الشهاده بنجاح، بجانب مجموعه من الاسئله اللي بتاهلك ان شاء الله تعالى لدخول الامتحان والنجاح في الامتحان. فلو انا مسكت واحد واحد من الكتب دي اتكلمت عنه في عجاله شديده، الهاند بوك ده الكفر بيج بتاع الهاند بوك، وده شكل الهاند بوك عشان يعني لو حضراتكم قريتوه، او طبعا كل الريفرنسز دي موجوده على الموقع بتاع البي ام اي، فلو حضرتك ممبر على الموقع بتاع البي ام اي بتنزل كل الريفرنسز دي. فده كتاب الهاند بوك، ده بيشرح لك سريعا شكل الامتحان، التكلفه بتاعت الامتحان، الريكويرمنتس بتاعت الامتحان، بيشرح لك سريعا البروسيس اللي انت لازم تمشي عليها لغايه لما تجتاز الامتحان بتفوق، بيشرح لك كمان الاليجيبيليتي ازاي تبقى اليجيبل تدخل الامتحان، وكمان التكاليف بتاعت الامتحان، وكل ده هنستعرضه في الباوربوينت بتاعتي. فده اللي هو الهاند بوك. فدي دي البروس اللي احنا قلنا عليها. حضرتك في الاول بتكتب الابلكيشن، بتبعت الابلكيشن، ممكن يحصل عليك اوديت او ما يحصلش، وبعد كده حضرتك بتدفع ثمن الامتحان. الامتحان زي ما اتفقنا عباره عن 170 سؤال في 3 ساعات ونص. وانس ان حضرتك بقيت اليجيبل بيتفتح لك لمده سنه، وليك 3 مرات تدخلها في خلال السنه، وبعد كده بتدخل تمتحن ان شاء الله تعالى تنجح، وبتجدد كل 3 سنين زي ما اتفقنا تجمع 30 فيديوز لغايه لما تجدد الشهاده كل 3 سنين، وبالتالي فانت بتمتحن مره واحده بس في العمر، وكل 3 سنين بتجدد باستخدام ما يسمى بيه بروفيشنال ديفلوبمنت سيونتس اللي هي ال 30 فيديوز. طيب لو انت ما جددتش 30 فيديو بيديك سسبنشن لمده سنه، وبعد كده بيوقف لك الشهاده وتضطر تعيد الامتحان من اول وجديد لو انت حبيت تدخل وتبقى اليجيبل.
زي ما اتفقنا الاليجيبيليتي حضرتك بتبقى يا اما مؤهل عالي يا اما مؤهل متوسط. لو مؤهل عالي محتاج زي ما احنا قلنا على الاقل سنتين اشتغلت او فاهم في اداره عندك خبره في اداره المخاطر، ومحتاج تاخد على الاقل كورس 30 ساعه. لو انت مؤهل متوسط بيبقى 3 سنوات خبره وكمان كورس 40 ساعه في مجال اداره المخاطر. دي التكلفه زي ما المعهد قايلها ومكتوبه بالتفصيل في الهاند بوك. لو انا بتكلم هحجز وانا ممبر بيبقى 520 دولار او ما يعادل 430 يورو. لو انا همتحن وانا مش عضو في المعهد يبقى 670 دولار او ما يعادل 555 يورو. فزي ما شايفين العضويه بتوفر معاك حوالي 150 دولار، العضويه من غير الخصم ب 139 دولار، بالخصم حوالي 118 دولار. انا بعت لكم كود الخصم من اسبوع على الجروب بتاعنا، ممكن ابعته لكم مره تانية بحيث لو حد حابب يعمل اشتراك عضويه بالخصم هيوفر معاك حوالي تقريبا يعني بنتكلم في حوالي يعني 25 دولار تقريبا يعني. يعني لو حد انترستد يعني ممكن ابعت لكم الكود الخصم مره تانية يعني. طيب وده لا قدر الله لو عملت ري اكزامينيشن وكلكم ما تحتاجوش الكلام ده، فدي مصاريف الري اكزامينيشن اللي تدخل امتحان مره تانية، وده تجديد العضويه. فلو حضرتك عضو اسف تجديد الشهاده، فاحنا قلنا كل 3 سنين بتجمع 30 فيديوز، فعشان تجدد الشهاده بتدفع 60 دولار لو انت عضو وبتدفع 150 دولار لو انت مش عضو في المعهد. طيب لو رجعنا للبين بوك الاصدار الخامس، باكد مره ثانيه الخامس، بنلاقي عندنا 6 عمليات خاصه باداره المخاطر. بلان ريسك مانجمنت العمليه 11.1، ايدنتيفاي ريسكس، بريفورم كواليتيتيف ريسك اناليسيز، بريفورم كوانتيتيف ريسك اناليسيز، بلان ريسك ريسبونس، واخيرا كنترول ريسكس. وبالتالي يبقى انا عندي ايه؟ يبقى انا عندي 6 عمليات. زي ما قلت لكم في النظام الجديد اللي هو في الاصدار السادس زودوا عمليه 7 كمان، بقى عندي امبلمنت ريسك ريسبونس. ولكن احنا خلينا على الاصدار الخامس عشان هو ده اللي داخل في الامتحان. الفصل ال 11 في الكتاب هو ده البروجكت ريسك مانجمنت، وده بيتكلم في 45 صفحه تقريبا يعني. فطبعا لو حد بي ام بي هيبقى فاهم الكلام ده وهيبقى سهل عليه. انتوا عارفين ان كل عمليه فيها انبوتس وتولز وتكنيكس واوتبوتس، وكل عمليه ليها ديسكريبشن، وكل عمليه ليها مجموعه من الادوات، وفي كذلك ورك فلو ما بين العمليات، وده بيتشرح بالتفصيل في الكورس. بنعمل ريفرشمنت طبعا لازم، وفي نفس الوقت موجود بالتفصيل في الكتاب عشان خاطر اللي حابب يعني يدخل الشهاده يبقى عارف الحاجات اللي هو محتاجها من الاصدار الخامس. طب الكتاب بتاعنا زي ما احنا قلنا عباره عن 9 فصول، ودايما بيقيس اداره المخاطر في سنجل بروجكت اونلي. ده الكتاب الحالي اللي هيسمع معاك لغايه شهر ابريل زي ما احنا قلنا. بعد ابريل الكتاب هيتغير، والاكزامينشن كونتنت اوتلاين هيتغير، وشكل الامتحان هيتغير، وكمان محتوى الاسئله هيتغير. فالدنيا هتتغير بعد ابريل، عشان كده بقول لكم اللي ناوي يدخل يتوكل على الله، اللي عايز يسوف يعني في ريسك يعني ان الامتحان يبقى اصعب بعد ابريل 2022. طيب الكتاب ده لو فتحناه هتلاقي فيه 9 فصول. اول فصل انترودكشن مقدمه، تاني فصل برنسبلز اند كونسبتس المبادئ والمفاهيم اللي خاصه باداره المخاطر، ثالث فصل انترودكشن تو بروجكت ريسك مانجمنت بروسيس، رابع فصل بلان ريسك مانجمنت، ايدنتيفاي ريسكس، بريفورم كواليتيتيف ريسك اناليسيز، بريفورم كوانتيتيف ريسك اناليسيز، بلان ريسك ريسبونسز، واخيرا الفصل التاسع مونيتور اند كنترول ريسكس. وفي زي ما اتفقنا ملحق مهم جدا 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 اسمه ابندكس دي، بيجي عليه اسئله، وفي يعني دومين كامل في البرفورمانس دومينز على الابندكس دي، فده بيجي على اسئله، فلازم يتذاكر وتفهم كويس قوي عشان تعرف تحل الاسئله اللي عليه في الامتحان. ده بيركز على التولز والتكنيكس والتمبلتس اللي لها علاقه باداره المخاطر الاحترافيه. طيب ده الكتاب بمنتهى البساطه، وعلى فكره الكتاب مش صعب، بس هو محتاج يتفهم كل نقطه مكتوبه في الكتاب، محتاجه تستوعبها كويس قوي، ومحتاجين امثله توضيحيه، ومحتاجين حل مسائل، فهو مش صعب. يعني الناس اللي درست بي ام بي هتقول لي ما نفس الكلام ده درسناه في البي ام بي، هو فعلا نفس العناوين ولكن الموضوعات مختلفه، او فيها تفاصيل اكتر يعني، فيها اجزاء تفصيليه اكتر من كتاب البين بوك الاصدار الخامس او السادس حتى. فزي ما اتفقنا بيتكلم على ال6 عمليات، وبيبين لك الورك فلو اللي بيتم ما بين ال6 عمليات. فطبعا زي ما حضراتكم فاهمين ان هم دي 6 عمليات الخاصه بالبروجكتس ريسك مانجمنت، وطبعا في بمبدا البروجريسيف الابوريشن. فانت ممكن تبقى شغال مثلا في بلان ريسك ريسبونس وتضطر تعيد الكواليتيتيف ريسك اناليسيز، او تعيد الكوانتيتيف ريسك اناليسيز، او تعيد ايدنتيفاي ريسكس، او وهكذا. فمبدا البروجريسيف الابوريشن شغال معانا برضو في الريسك مانجمنت.
الكتاب زي ما اتفقنا 9 فصول 130 صفحه تقريبا. طيب في نقطه مهمه جدا في الكتاب لازم تاخد بالك منها، الكريتيكال سكسس فاكتورز، عوامل النجاح الحرجه. فتلاقي في كل نقطه من النقاط المختلفه في الكتاب بيتكلم على الكريتيكال سكسس فاكتورز، سواء بنتكلم في اداره المخاطر او بيتكلم في ال6 عمليات اللي موجوده في داخل الكتاب. وبرده الكتاب بيركز مع كل عمليه يتكلم على 4 نقاط اساسيه. كل عمليه من ال6 عمليات بيتكلم على 4 نقاط اساسيه، بيتكلم العمليه دي لازمتها ايه، بنعملها ليه، العمليه دي ايه الكريتيكال سكسس فاكتورز، عوامل النجاح الحرجه عشان تنجح العمليه، العمليه دي ايه الادوات والتقنيات اللي احنا محتاجينها مع العمليه، والعمليه دي بتعمل دوكيومنتنج ذا ريزلتس فين، يا ترى بقى في الريسك ريجستر، يا ترى في الريسك مانجمنت بلان، في الريسبونس بلان، المكان اللي احنا بنعمل دوكيومنتنج للريزلتس. فده كل عمليه من ال6 عمليات هتلاقي مركز على دول، بجانب طبعا الاستراتيجيز فور بوزيتيف ريسكس ونيجاتيف ريسكس بالنسبه لي بلان ريسك ريسبونسز. بنأكد مره ثانيه على اهميه ابندكس دي عشان ده مهم جدا جدا جدا، بيجي عليه اسئله في الامتحان، وبيتكلم على التولز والتكنيكس والتمبلتس اللي خاصه بالبروجكت ريسك مانجمنت. طيب بالنسبه للاكزامينشن كونتنت اوت لاين، قلنا اللي هو بيتكلم في 5 محاور اساسيه، وكل محور من الخمسه قصاده زي ما اتفقنا البرسنت الموجوده في الامتحان، ويعني عدد الاسئله اللي هيجي لك وفقا للاكزامينشن كونتنت القديم. والاي سي او نفسه اتغير مع ابريل، وبقى اي سي او تاني هنستعرضه مع بعض. طب عشان انا انجح في الامتحان، الخلاصه خلاصه الكلام اللي انا بشرحه، لازم تركز على حاجتين. لازم تبقى فاهم ال6 عمليات بالتفصيل، سواء بقى من كتاب البين بوك الاصدار الخامس او من كتاب الستاندرد، يعني لازم تبقى فاهم العمليه بتعمل ايه، والانبوتس والتولز والاوتبوتس والتكنيكس بالتفصيل وكل حاجه، ولازم تبقى فاهم كمان ال5 دومينز اللي موجودين عندك، اللي هم الريسك استراتيجي اند بلاننج، ستيك هولدر انجيجمنت، ريسك بروسيس فاسيليتيشن، ريسك مونيتورنج اند ريبورتنج، بريفورم سبيشاليزد ريسك اكتيفيتيز. ودي مكتوب بالتفصيل في الاكزامينشن كونتنت اوت لاين اللي خاص بالار ام بي. واضح يا احبابنا الكرام؟ طيب ممتاز جدا. فهنا زي ما احنا قلنا اللي انت عندك فيه 6 عمليات، منهم 5 في مرحله البلاننج، ومنهم عمليه واحده فقط في مرحله المونيتورنج اند كنترولنج. بس فهنا بقى بيتكلم على ال5 دومينز بالتفصيل زي ما مكتوبين في الاكزامينشن كونتنت اوت لاين، فبيشرح كل دومين من الخمسه، وبيتكلم على المين اكتيفيتيز اللي بيلعبها مدير المخاطر في كل دومين من ال5 دومينز. طيب بعد التعديل، بعد ابريل 2022، زي ما اتفقنا الدومينز اتغيرت، وكمان النسب اتغيرت، ودخل مع الاجايل والهايبرد تكنيكس، وكمان الستاندرد اتغير. فدي التعديلات اللي تمت يعني في الشهور الماضيه، وهتسمع معانا بحلول ابريل 2022 وفقا لما اعلنه المعهد، وزي ما قلنا وده اللي موجود على الكتاب على الموقع بتاع المعهد. مين عنده سؤال احبابنا الكرام؟ اللي عنده سؤال يسال. انا كل كده توبيك بنفتح ديليمترز الاسئله. باشمهندس احمد اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك؟ مساك الله بالخير ويعطيك العافيه دكتور. منور الدنيا كلها حبيبنا الغالي. حبيبي. دكتور بالنسبه انت تقول دائما انه في ابريل راح يختلف فهل في تاريخ معين نحجز الاختبار قبل او هو لا. بدايه ابريل؟ هو على فكره المعهد اعلن على الموقع بتاعه ان ده يعني شيء متوقع، يعني قال متوقع ان بحلول شهر ابريل 2022 هيتغير شكل الامتحان بتاع الار ام بي، وده كلام المعهد. فلو دخلنا على الموقع بتاع البي ام اي دوت اورج هتلاقي صراحه المعهد قال الكلام ده، فده لو بس حضراتكم عايزين تتاكدوا معايا. فمش معنى كده ان هو هيبقى 1 ابريل، ممكن يبقى 15 ابريل، ممكن يبقى على فكره ممكن يتاخر يعني، وده عمله معانا كمان في البي ام بي. انا بس بفتح معاكم الموقع بتاع المعهد عشان تبقى انتم معايا. بصوا معايا يا احبابنا الكرام، هفتح بس معاكم الموقع بتاع المعهد. بصوا حضراتكم، فده كلام المعهد. انا فاتح معاكم الموقع بتاع المعهد وبتكلم على البي ام اي ار ان بي اكزام ابديتس، فحتى كاتب اهو كامينج سون. طب سون دي امتى؟ هو قال هتلاقي هنا من ضمن الكلام هيقول ان اهي في حلول ابريل 2022، ده على موقع المعهد، على موقع بي ام اي دوت اورج زي ما حضراتكم شايفين، وبالتالي ده كلام المعهد. فالمعهد بيقول مع حلول ابريل 2022
الامتحان هيتغير وهيدخل فيه زي ما احنا اتفقنا بقى الاسئله اللي خاصه بالبريدكتيف والاجايل والهايبريد ابروتشز، وكمان الاكزامينشن كونتنت اوت لاين هيتغير، ادي الايتمز وفقا لكلام المعهد، وكمان زي ما اتفقنا البايلوت اللي خاص بيه الاكزامينشن كونتنت اوت لاين اللي انا فتحته لحضراتكم وعرضته على السكرين. فده كلام، ده كلام المعهد. بس امتى بقى ابريل امتى بالظبط؟ اهو زي ما حضراتكم شايفين وقال ابريل 2022. فقال ابريل 2022 الامتحان هيتغير على النسخه الجديده، وفي نفس الوقت زي ما اتفقنا هيبقى باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه، وزي ما احنا اتفقنا هيبقى متضمن الاكزامينشن كونتنت اوت لاين الجديد اللي احنا فتحناه اللي هو ده، وكمان متضمن الخمس محاور الاساسيه اللي هو غير مسمياتها وغير كمان الدومينز والتاسكس والانيبولر زي ما احنا يعني فتحناها سريعا. واضح كده يا باشمهندس احمد؟ طيب ممتاز 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 ممتاز. ينفع باشمهندس محمد، باشمهندس محمد بيسالنا يا ترى الكورس بتاع الار ام بي ينفع يديني بي دي يوز عشان البي ام بي؟ الاجابه نعم، اكيد ينفع، بما ان انا دلوقتي سيرتيفايد بي ام بي وعايز اخد كورس ار ام بي، وبالتالي فالار ام بي هيفيدني ان انا مجمع بي دي يوز اللي هي زي ما سميناها بقى بروفيشنال ديفلوبمنت سيانس، تفيدني في تجديد الشهاده بتاعت البي ام بي. فكلام حضرتك مليون في الميه صح. طيب نفس الكلام بالظبط باشمهندس عماد، كل شهاده ليها الابلكيشن اللي خاص بيها يا باشمهندس عماد، لو قلت لي في حضرتك سيرتيفايد بي ام بي فكتبت الابلكيشن بالنسبه لشهاده البي ام بي، بس حضرتك دلوقتي عايز تبقى سيرتيفايد بالنسبه للار ام بي، وبالتالي فهتكتب الابلكيشن اللي خاص بالار ام بي، وبالتالي فان شاء الله تعالى حضرتك تكتب الابلكيشن ويتقبل، وبعد كده تبتدي تحجز الامتحان وتتوكل على الله. ده بالنسبه لحضرتك باشمهندس عماد. تسلم تسلم باشمهندس محمد، هايل. زي ما قلت لحضراتكم الكورس بتاع الار ام بي هو مركز على إدارة المشروعات، ولكن ده لا يعني إن الكونتنت، المحتوى، المفاهيم هتفيدني في إدارة السلامة والصحة المهنية فور شور. ولكن زي ما قلت لحضراتكم هو الاستراكشر بتاع الكورس بيبقى براكتس ستاندرد فور بروجكت ريسك مانجمنت، يعني هو ده الاستراكشر بتاع الكورس، وبالتالي فأنا بتكلم من وجهة نظر إدارة المشاريع. ولكن المفاهيم اللي احنا بندرسها زي مثلا الريسك توليرانس، زي الريسك ابيتيت، زي الريسك ثريشولد، زي مثلا الريسبونسز المختلفه، نفس المفاهيم ممكن استخدمها في اداره الصحه والسلامه المهنيه. في شهادات كتير للريسك، يعني في عندنا شهاده زي الام او ار وعندنا كذا شهاده، وبالتالي ففي شهادات كتيره في الريسك ممكن حضراتكم تستفيدوا بيها سواء يعني في اداره المشروعات بصفه عامه او في اداره الصحه والسلامه المهنيه. فانا بعت لحضرتك حتى اسم شهاده من ضمن الشهادات اللي ممكن تفيد حضرتك لو حضرتك يعني مهتمة أكتر بالنسبة للصحة والسلامة المهنية مش إدارة المشروعات بصفة عامة يعني. طيب ممتاز، مين عنده سؤال تاني يا حبابنا الكرام؟ طيب ندخل على التيبس اند تريكس الخاصة بامتحان الـ RMB. امتحان الـ RMB زي ما احنا وضحنا عبارة عن سايكومتريك تيست مالتيبل كويستشنز، عبارة عن 170 سؤال منهم 150 داخلين في السكور و20 سؤال خارج السكور، بنتكلم في 3 ساعات ونص تقريبا، وبنتكلم في 110 سؤال عشان تنجح. طب نوعية الأسئلة ممكن تجي لك إزاي؟ ممكن تجي لك أسئلة مباشرة، أسئلة ليها علاقة بالديفينيشنز، أسئلة ليها علاقة بالكونسبتس، ممكن ووارد تجي لك كتير من هذا النوعية. ممكن تجي لك أسئلة بتعتمد على الإكزامينيشن كونتنت أوت لاين، الخمس محاور اللي إحنا اتكلمنا عنهم ومهام مدير المخاطر في كل محور من المحاور. ممكن تيجي لك اسئله ليها علاقه بالاي تي تي اوز، يعني يديك عمليه مثلا يسالك على الانبوتس او التولز والتكنيكس او الاوتبوتس، نفس نوعيه الاسئله اللي كانت بتجي لنا في البي ام بي. ممكن تيجي لك اسئله في صوره سيتويشن او سيناريو، لو اتحطيت في الموقف ده وحضرتك مدير مخاطر تحل المشكله دي ازاي؟ تتعامل معاها ازاي؟ ممكن تيجي لك سؤال وات دو يو دو نيكست؟ انت مثلا عملت 1 2 3، ايه الحاجه اللي هتعملها؟ وات دو يو دو نيكست؟ زي مثلا في التشينج، لو حصل مثلا تشينج ريكويست، الخطوات اللي انت بتبعت تشتغل عليها. ممكن يجي لك سؤال بيجمع ما بين اكتر من دومين، ممكن يجي لك مسائل حسابيه زي مثلا اكسبكتد مونتري فاليو، فيها مسائل حسابيه. وبالتالي الحاجات دي كلها بتتدرب عليها في الكورس، وبتتدرب على سيناريوهات يعني متشابهه، وبتتدرب كمان على اسئله مشابهه للامتحان الدولي طبعا من خلال يعني افكار وخبرات متداوله، وكمان بنحل مع بعض اسئله من التست بانك الخاص بينا. طب واتفقنا عشان اجدد محتاج كل 3 سنوات اجدد 30 بي دي يوز عشان اجدد الشهاده اللي خاصه بينا ك ار ام بي. حد عنده سؤال قبل ما نمسك اخر نقطه معانا النهارده؟ حد عنده سؤال احبابنا الكرام؟ كله واضح؟
الشهاده ملهاش علاقه بالمهندسين، عشان بس بعض الزملاء بيربطوا الشهاده بالمهندسين، وبالتالي انا ممكن ابقى مهندس واخد الشهاده، او ممكن ابقى غير مهندس واخد الشهاده، وده نفس الحال حتى في البي ام بي. يعني زي ما حضراتكم عارفين البي ام بي برضو مش للمهندسين بس، انا ممكن ابقى مهندس واخد شهاده البي ام بي، او ممكن ابقى مش مهندس واخد شهاده البي ام بي، وبالتالي فملهاش علاقه بالهندسه. يعني الاختصار مانجمنت اوف ريسك اللي هي ام او ار. ام او ار ستاندز فور مانجمنت اوف ريسك، مانجمنت اوف ريسك او اداره المخاطر. يعني ما يا احبابنا الكرام، عشان الزملاء كان بيسال، ودي تبع اكسلس، وده يعتبر تعرفين ان على مستوى العالم في عندي مكانين شهيرين جدا لاداره المشروعات بصفه عامه. في عندي الكود الامريكي اللي بيتبع البي ام اي، وفي عندي الكود الاوروبي اللي بيتبع اللي هي معهد اكسلس. فده يعني ده اسم الشهاده مانجمنت اوف ريسك او ام او ار، وهبعت لحضراتكم كمان اللينك او الرابط بتاع الشهاده، بحيث لو حد مهتم يدرس شهاده الام او ار، فببعت لحضراتكم اللينك على الواتس او على الشات. فدي الشهاده نفسها، وده اللينك بتاعها لو حد عارف يعرف عليه اكتر، او حابب يعني. زي ما قلت لكم اكسلوس ده يعتبر زي البي ام اي، ولكن بيحط الكود الانجليزي للاتحاد الاوروبي، وبالتالي ففي بعض الشركات بتمشي اكتر مع الكود الانجليزي والاتحاد الاوروبي، سواء بقى في اداره المشاريع زي مثلا شهاده برينس 2 اللي هي بروجكتس ان كنترولد انفايرمنتس، او شهاده ام او ار بالنسبه لي اداره المخاطر على سبيل المثال، يعني اللي هي مانجمنت اوف ريسكس. طيب بالنسبه للكورس بتاعنا، عشان الزملاء سالوا، الكورس بتاعنا باذن الله تعالى هنغطي كل حاجه ليها علاقه بالريسك مانجمنت، وبالتالي فاحنا بنعرف الكونسبتس اللي ليها علاقه بالريسك مانجمنت، بنتكلم على التولز والتكنيكس، بيبقى فيه طبعا تيست كويشنز، بيبقى فيه عندي تيتشنج اسيستنت المهندس مصطفى ماهر بيبقى مع الزملاء من خلال جروب الواتساب وبيحل اسئله مشابهه للامتحان الدولي. طبعا بيبقى فيه مجموعه من الكيس ستاديز او يعني دراسات الحاله اللي احنا بنناقشها. الكورس باذن الله تعالى هيبدا يوم الاربعاء القادم يوم 29 ديسمبر. الكورس هيبقى لمده 30 ساعه تدريبيه، هنبدا باذن الله تعالى الساعه 9 الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره، 6 مساء بتوقيت القاهره، وهيبقى ايام الحد والاربع اسبوعيا. يبقى حد واربع ار ام بي وبي ام بي ان شاء الله تعالى، لو حضراتكم مهتمين هتبقى سبت وثلاث، يبقى سبت وثلاث بي ام بي وحد واربع ار ام بي. الكورس تحت تنظيم ورعايه بزنس بارك اكاديمي. بزنس بارك اكاديمي مقرها في محافظه الاسكندريه في منطقه لوران، وعندنا فرع في تونس، وحاليا بننشئ فرع في المملكه العربيه السعوديه، دعواتكم بالتوفيق. وده تكلفه الكورس 300 دولار او ما يعادل 4700 جنيه مصري، وده الفون نمبر اللي خاص بالاكاديميه 010-67-49-57 010-67-49-57. طب بالنسبة للكورس أوتلاينز اللي احنا هنناقشه بقى على مدار البرنامج، احنا عندنا 10 محاضرات، وادي التواريخ بتاع كل محاضرة، هنبدأ بإذن الله يوم 29-12 ونخلص 30-1، فانت هيبقى قدامك شهر فبراير وشهر مارس قبل ما الامتحان يتغير، قدامك شهرين كاملين قبل ما الامتحان يتغير، وبالتالي فانت تلحق ان شاء الله تعالى. زي ما قلت لكم الموضوع ممكن يخلص في شهر لو انت دارس بي ام بي، ولو انت يعني عندك الوقت الكافي في شهر ممكن تلم الماده كلها، وبالتالي فاحنا هنخلص 30 يناير، وبالتالي فانت قدامك شهر فبراير وقدامك شهر مارس كمان، يعني قدامك شهرين مش شهر واحد، فانت ممكن باذن الله تعالى تحجز من دلوقتي مثلا على نص شهر فبراير او حتى اخر شهر مارس، هتلحق قبل التعديلات الجديده، وهيبقى قدامك فتره كافيه جدا 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 اللي انت تخلص الكورس معانا، واللي انت تدرب على حلول الاسئله، واللي انت باذن الله تعالى تبقى سيرتيفايد قبل شهر ابريل. ان شاء الله تعالى اول محاضره هتبقى ريسك مانجمنت فريم ورك، هنتكلم عن الاطار الخاص باداره المخاطر وفقا طبعا للكود الامريكي مع الدي ام اي. ثاني محاضره هنتكلم على برنسبلز اند كونسبتس، هنتكلم على بعض المفاهيم وبعض المبادئ الخاصه باداره المخاطر الاحترافيه. ثالث يوم هنتكلم على انتروداكشن تو بروجكت ريسك مانجمنت. احنا ماشيين مع نفس الفصول بتاعت الكتاب، يعني ده الفصل الاولاني، ده الثاني، ده الثالث. الفصل الرابع بلان ريسك مانجمنت، الفصل الخامس ايدنتيفاي ريسكس، الفصل السادس بريفورم كواليتيتيف ريسك اناليسيس، الفصل السابع بريفورم كوانتيتيف ريسك اناليسيس، واخيرا بلان ريسك ريسبونس وكنترول ريسكس. اخر محاضره هتبقى كلها حل اسئله، هتبقى ريسك مانجمنت بروفيشنال ايكو اللي هو اكزامينشن كونتنت اوتلاين، وكمان هنتكلم على الابندكس دي ونتدرب على اسئله على الاكزامينشن كونتنت اوتلاين والابندكس دي. ومش كده بس، ده كمان بيبقى معانا تمبلتس خاصه باداره يعني المخاطر الاحترافيه،
والكورس زي ما قلت لحضراتكم بنتكلم في 48 ساعة، 30 ساعة محاضرات و18 ساعة سكاشن. يعني احنا عندنا الكورس 30 ساعة، يعني 30 ساعة اللي احنا بنتكلم عنهم دول، دول محاضرات فقط، وكمان عندنا 18 ساعة سكاشن، فالكورس كام؟ 48 ساعة. 48 ساعة، ف30 ساعة هيبقى موعدهم الحد والأربع، وال 18 ساعة اللي هم السكاشن المراجعة هنتفق معاكم على المواعيد بحيث يبقى ميعاد مناسب لحضراتكم، مناسب كمان للتيتشنج اسيستنت المهندس مصطفى ماهر. فبإذن الله تعالى حضراتكم تستمتعوا معانا، يبقى كورس قوي. اللي عنده أي سؤال أنا مع حضراتكم، وزي ما احنا اتفقنا ومتعودين مع بعض الجروب مفتوح معانا، وده الايميل ادرس بتاعي حسن@msit.gov.tg، والفون نمبر 031-5573-96. احبابنا الكرام، مين عنده سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ محاضره النهارده جاست انترو للبروجكت ريسك مانج، موضوع كبير جدا جدا وفيه تفاصيل كتيره، بس طبعا لا يسعنا من الوقت اللي احنا نقول كل التفاصيل النهارده، بس وعدكم ان شاء الله تعالى يبقى كورس مميز جدا وفي تفاصيل كتير هتتقال على اثناء الكورس، بجانب بقى الخبرات المتداوله اللي هتبقى بيننا ان شاء الله تعالى اثناء الكورس. هبعت لحضراتكم الماتيريالز النهارده، هنرفع المحاضره على اليوتيوب، وهبعت لحضراتكم كمان الرابط الخاص بالمحاضره. جميع المحاضرات مسجله صوت وصوره، وبيتبعت لحضرتك اللينك الخاص بالفيديو ريكورد، بجانب طبعا البي دي اف الخاص بالمحاضره، وكمان بيتبعت لحضرتك مجموعه من التمبلتس والتولز والتكنيكس اللي احنا بنستخدمها اثناء الكورس بتاعنا، مع مجموعه من الاسئله المختاره اللي تاهلك ان شاء الله تعالى ان انت تدخل الامتحان وتجتاز الامتحان من اول مره بتفوق. احبابنا الكرام، اللي عنده سؤال يسال. كله تمام؟ طيب الحمد لله، الحمد لله. طيب أسعدكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.